انا اول حاجه هسالها لك هو اللي انا قلته في التقديمه، جات لك فكره الجروب من المسلسل؟ جات لي فكره الجروب وانا قاعده بتفرج على المسلسل. أوكي. يعني انا عامه ما بتفرجش على مسلسلات عربي غير في رمضان، طبعا وقتها كانت الكورونا وقعده الكورنتين في البيت، فخلاص نتابع مسلسل ولطيف حلقاته قليله فاتفرجت على المسلسل. وانا بتفرج على المسلسل جات لي فكره الجروب، بس برضو لما جات لي فكره الجروب ما كانتش زي ما احنا دلوقتي. يعني انا جالي الفكره قلت لاصحابي انا بفكر اعمل جروب، ايه رايكم يا جماعه احنا انا هقعد صحابي وهم يعملوا اضافه لاصحابهم ونعمل جروب كده 300 400 نرغي 3 4 أيام وخلاص كل واحد يروح بيته. لا الموضوع ما بقاش كده خالص، الموضوع كبر عن كده بكتير، ايفن حتى عن التوقعات بتاعتي او انا كنت عامله ازاي، بس هو الاساس كان مسلسل لي. لا طب انت كان عندك اي نشاطات اجتماعيه قبل الجروب؟ خالص، اكتر من ان انا بخرج مع اصحابي ولما بتخانق منهم على الواتساب بخرج واسيب الجروب، ما بعملش حاجه اكتر من كده، انما اخري كانت جروبات واتساب اصحابنا بس، ما اي حاجه ليها علاقه باستثناء طبعا ماي صفحتي انا الشخصيه على فيسبوك، ما كانش عندي اي حاجه تانية. طب انت عملتي شفت او تغيير في حياتك من مجال البنوك للسوشيال ميديا؟ خالص، انا لسه زي ما انا لسه ولا اي حاجه اتاثرت، بس هو الموضوعين تحسي ان هم ما لهمش علاقه خالص ببعض. خالص ما لهمش اي علاقه ببعض، بس لو اقول لك انه ده كمان جزء من شخصيتي حتى في شغلي، يعني لا انا في شغلي في مجال البنوك بقالي 15 سنه وحقيقي انا بشتغل بقالي يعني 27 28 سنه في مجالات كتير، انا ما عملتش شفت. انا زي ما قلت لك وقتها كانت الفكره فكره ان انا بعمل جروب نسليكم في الكورونا وحقيقي نتكلم فيه بس عن تشالنج، ايه الحاجه اللي قلتي ليه لا، طب ما اجرب انا مش خسرانه حاجه وعملتيها. انا على جروبات كتير قوي او تقريبا معظم جروبات الستات اللي على فيسبوك، فانا بتفرج، مش هقول لك ان انا اكتف غير على جروبات الطبخ، انا بحب اطبخ فتلاقيني دايما بشير الحاجات دي عليها، انما الجروبات الباقيه ببقى معظم الوقت متفرجه. فابتديت اشوف ايه فين وازاي وليه، وقلت طيب لا احنا هنحكي قصص بصرف النظر هي نجاح ولا ما حصلش فيها نجاح. يعني انا قلت ليه لا، طب ما اجرب انا خسرانه ايه، نجحت او ما نجحتش انا عايزه اشارك القصه مع الناس. انا بشاركها الناحيه التانيه، حد بيقرا بيتفرج بيتعلم بتلمس حاجه عنده، ده كان الاساس. واوريدي ابتديت بنفسي عشان ادي الناس مساحه امنه. سوشيال ميديا عامه وفيسبوك والحاجات دي كلها مش اكتر حاجه كل الناس ممكن تتكلم عليها بمنتهى الصراحه، يمكن انا خليت الجروب برايفت او خاص، يعني لازم عشان حد يدخله يبقى حد تاني هو اللي ضايفه. حطيت شويه قواعد كتير قوي في الاول، زمان ابتديت حياتي المهنيه في شركه تامين امريكاني، كان اول حاجه في التريننج احنا بناخدها ما نتكلمش مع العملاء في دين وكره وسياسه، دول اكتر ثلاث حاجات بتخسر الناس. بما ان احنا جروب ستات انا شلت الكره من الموضوع وحطيت شويه قواعد نحترمها كلنا، احدها طبعا ما نتكلمش في الدين ولا السياسه، عشان تبقي دايما قاعده بتتكلمي وبتردي وبتتناقشي وبتدي رايك بمستوى معين من الاحترام والامان. انت تتكلمي فانا هحكم عليكي او انا هقول مش عارف ايه والكلام ده كله لا، فحطينا شويه قواعد نحترمها. كانت بتحصل طبعا غلطات في الاول، بنقول يا جماعه لما هيحصل الغلطه دي في حاجات ممكن نتغاضى عنها بسوري، بس في حاجات بنشيل على طول العضوه forever، يعني ما بتقدرش حتى تجوين الجروب تاني. ده اللي خلى الناس تبتدي تتكلم براحتها، ده اللي خلى ال 300 400 اللي انا كنت عايزه اعملهم بقوا 40,000.